مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم تصحيح المسار. في حلقة الليلة نفتح فيها كل يوم صفحة من صفحات الكويت الزاهية والمشرقة نحو التغيير للأفضل. نعم، فبموجبات المرحلة القادمة من تاريخ هذا الوطن المجيد وبما نعيشه من استحقاق انتخابي مستحق لاختيار أفضل من يمثلنا، تتطلب منا جميعا التضافر وأيضا التآزر نحو تجاوز كل التحديات والمرتهنات والإشكاليات وأيضا المصالح. تبقى مصلحة الكويت هي العليا لدمج شهادة جديدة لوطننا الغالي الكويت. إسرائيل، مساك الله بالخير مطر. مساء النور. وبالفعل مثل ما ذكرت، المسار انطلق بكل عنفوانه نحو التقويم والتصويب والتصحيح. لن تتوقف قاطرته أمام أي حواجز أو موانع، والرهان فيه على الإصلاح هو المواطن الكويتي اللي يستشعر بالتأكيد حجم المسؤوليات والمهام القادمة بكل تفاني وإخلاص والتضحية. فالأمل معقود نحو آفاق بلا حدود ولا وقت للتفكير أو التردد. فالمشاركة تكليف وواجب وطني مضر تتطلبه معطيات المرحلة القادمة. بالتأكيد إسراء، وأنا أضم صوتي لصوتك مع كل أصوات أبناء هذا الوطن الصالحة بالحق في الانخراط بدرب يقود سفينتنا نحو بر الأمان نقصد يقف فيه الجميع صفا واحدا تحت القانون، لا يشق بنانه أي مآلات بأدوات تبني الإنسان طبعا الكويتي، والتي يأتي على رأسها قضية التعليم أساس بناء الحضارات وبناء الإنسان، والذي نفتح ملفه اليوم في حلقتنا إسراء باعتباره منهج راسخ لتحقيق التنمية والنهضة والتطور، وقبل ذلك أيضا وهو أحد أدوات تصحيح المسار. صحيح فعلا مطر، الرؤية الكويتية الجديدة جادة في تبني قضية إصلاح وتحسين المنظومة التعليمية وتطوير عناصرها ومستحدثاتها باعتبارها ملازمة ولصيقة لتحقيق استحقاقات التنمية المستدامة، بجانب الحرص على تحسين نوعية المخرجات التعليمية ورفع مهاراتها بصورة تسهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لرؤية كويت جديدة 2035. إذن التعليم في تصحيح المسار حلقتنا الليلة، حياكم الله. حياكم الله معانا من جديد في تصحيح المسار، احنا معاكم على الهواء مباشرة من تلفزيون الكويت. فكما تابعنا منذ قليل فإن قضية الإصلاح التعليمي وتحسين جودته اليوم قضية كل فرد وكل مجتمع في الكويت، حيث يسعى الجميع نحو التطوير من خلال إعداد الإنسان الصالح المنتج والمتزن. ولقد أضحت مستجدات التعليم أولوية وطنية لدى الدولة تتسابق إلى الاهتمام بها والاستثمار فيه ومراجعتها بشكل دوري بهدف تطويره وتحديثه وتقييمه أيضا لمواكبة المستجدات العالمية. دعوني أرحب باسمكم بالاستديو بالدكتور سلطان غالب الديحاني، أستاذ قسم الإدارة التربوية تخصص القيادة والسياسة التعليمية بكلية التربية جامعة الكويت. وأيضا نرحب بالأستاذ محمد علي العازمي، عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية ورئيس مكتب قضايا المعلم. حياكم الله معنا في تصحيح المسار. أبدأ معك دكتور، الله يبارك فيك. لعلك استمعت إلى كلمة ممثل سمو الأمير. نعم، الشيخ أحمد نواف سمو رئيس مجلس الوزراء. نعم. فيما يتعلق في مؤتمر التعليم الذي عقد في الأمس في الأمم المتحدة. نعم. كانت كلمة من أكثر الدول إنفاقا للتعليم الكويت بواقع 12% من ميزانية الدولة. نعم. ما هي الرسائل الهامة التي وجدتها في هذه الكلمة؟ طبعا احنا يعني نعيش أيام يعني جميلة وإيجابية بعد خطاب صاحب السمو اللي ألقى صاحب سمو أمير البلاد اللي ألقى ولي العهد، وغير فعلا المسار وصحح الأمور. متفائلين جدا في الشيخ أحمد النواف أنه يتقبل المبادرات والأفكار الإيجابية. طبعا الـ 12% من ميزانية الدولة تذهب إلى التعليم، هذا دليل على اهتمام الدولة، لكن المسألة مهي بس مسألة صرف، إنما الجودة في هذا الصرف أين تذهب الأموال. طبعا 12% أغلبها رواتب المعلمين، يعني فيعني إحنا نبي
نبي يعني ايضا زياده هذا الانفاق يصل للمناهج والوسائل والمباني والبنيه التحتيه وايضا حتى الطالب يعني يوصل من هذه الميزانيه مقابل انجازاته ونجاحاته كمتعلم في مدارسنا. جميل جميل دكتور. انتقل الاستاذ ايضا محمد العازمي. منذ انطلاق استراتيجيه التعليم عام 2005، العوامل التي ساهمت استاذ محمد في تحسين جوده التعليم والتحديات التي جابهتها منذ انطلاقه الاستراتيجيه، نعم. هل بالفعل واجهت الاستراتيجيه تحديات التعليم بهذه الاستراتيجية وبهذه الأدوات بهذه الأساليب بهذه الطرق؟ هل بالفعل جابهنا هذا التحدي الغول التعليمي المتغير يعني بين فترة وأخرى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شاكر لكم حسن الاستضافة بداية، وبكل تأكيد اليوم من احنا نتكلم عن استراتيجية وضعت في 2005 ونهايتها راح تكون 2025. احنا هذه الاستراتيجية طويلة الأمد، هل هناك تغيرات أصبحت عليها؟ هل هناك مستجدات؟ أنتم عايشين في عالم من المتغيرات، الديناميكية المتغيرة أصبحت سريعة بشكل مخيف. الآن إذا أنت ما أصبحت مستجد ومواكب لهذه الديناميكية سوف تكون متأخر عن الركب. اليوم إحنا حطينا 20 سنة من هذه الاستراتيجية. طيب هل حققت أهدافها؟ هل هذه الاستراتيجية في 2005 هي نفسها 2015 هي نفسها 2025؟ بالتأكيد لا. أنت عضو في جمعية المعلمين، أنا أسألك الآن سؤال مباشر، هل بالفعل حققت الاستراتيجية أهدافها؟ بكل تأكيد أهداف محققة وأهداف كثيرة غير محققة. أولى الأهداف المحققة، أولى الأهداف اللي حققتها أنها أنشأت لنا جيلا متكامل روحيا وعقليا، وهي رسالتها اللي حققتها تفصيلا. أولا وضعت الرؤية أنها تساعد في وضع أساس صالح للنشأ، هذا أولا، وبالتالي من ضمن الرؤية أتت الرسالة لتفسر هذه الاستراتيجية، ومن ضمن الرسالة أنها تحقق نشأ صالحا على جميع الأصعدة. طيب 2005 اختلفت كثير من المعطيات، اليوم عندنا فجوة كبيرة في عالم الإلكترونيات، اليوم العالم التكنولوجي متسارع بشكل مخيف، هل واكبتها؟ هل 2005 في حال وضع هذه الاستراتيجية هل هو 2015 هل هو 2025؟ بالتأكيد لا. إذا هناك لابد من تفعيل بعض الأدوات، نعم، مثل أن يكون هناك جهة مختصة لتقييم هذه الاستراتيجيات. نعم، راح نبحث في تصحيح المسار. دكتور أنا بسألك، أنت الآن أستاذ الإدارة التربوية في جامعة، نعم، الكويت ومختص وأستاذ دكتور في هذا المجال، أنا بودي أتساءل، يحق لنا في الإعلام بشكل عام، إعلام مقروء مسموع مشاهد، أن نرفع شعار التعليم في خطر في الكويت؟ وبالتالي هذا التعليم درجة الخطورة جيدة مقبولة ممتازة، من المقبول أن نرفع هذا الشعار ولا مرفوض نرفع هذا الشعار؟ طبعاً أول شيء برجع للاستراتيجية، أنا عملت دراسة قدمتها في مؤتمر جمعية المعلمين الأخيرة وتتبعت المشاريع تطوير التعليم من سنة 2000 إلى سنة 2020، وللأسف أن أغلب المشاريع تأثرت ولم تحقق نتائجها، وأتمنى أن في نهاية الاستراتيجية اللي هي 2025 أن يكون فريق يقيم ال20 سنة هذه، يعني وين راحت الفلوس، شنو الأهداف اللي حققت، من الذي عمل، ماذا قدم، وين الفشل، إلى المردود عشان نعرف إحنا شنو المردود بالضبط. يعني طيب من خلال دراستك دكتور، ما وضعت يدك على الجرح؟ ال- 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 في آفة في وزارة التربية صراحة، يعني بتكلم بكل صراحة، أن القياديين يتعاملون مع النظام على أنه معادلة رياضية، يعني مهندسين قانونيين يقودون النظام، هذول بعيدين عن يعني عن المجال يعني. وفي الحقيقة أن أنا كمتخصص في التربية ما أقدر أصير مثلا قاضي ولا أصير طبيب ولا أصير مهندس، متخصص في مجال معين أعرفه يعني. فالجماعة اللي قادوا النظام كانوا مهندسين، فهي معادلة رياضية عندهم. إحنا كتربويين نقول أن المسألة فلسفة خلفها حكمة يعني. فعشان كذي يعني أنا قبل أضع استراتيجية، ما هي الفلسفة اللي تنطلق منها؟ فلسفة وين تصنع بالضبط؟ بين الديوان الأميري ورئيس مجلس الوزراء مع بعض المتخصصين، يقولون شنو شكل الكويتي اللي نبي نصنعه
حق الثلاثين سنة القادمة. أيضا بعدها نضع نظرية خاصة فينا، يعني إحنا عادة نروح نستعين في الأجانب ونستعين في الخبرات الخارجية ونحاول نركبها على النظام قديم، فما تمشي المركبة يعني مركبة التعليم. أيضا يجب أن يكون عندنا نماذج، والنماذج من يصنعها؟ تطور دكتور، يصنعها المعلمين اللي ما حد سمع صوتهم ولا حد يعني اخذ رايهم. ليش عندهم جمعيه يعني تمثل؟ والنعم فيها الجماعه، لكن انا اقصد انه انا بدي بس دكتور انا اقاطعك وانتقل، يعني هو نوجه ايضا يعني تحيه وتقدير، يعني انت ايضا يعني انا احترم دور جمعيه المعلمين، يعني لكن انت انا اقصد انه نروح مباشره للمعلمين. قلت يعني انا بس برد عليك، انت قلت يعني افه، وانا ودي يعني ما نقول افه، يعني هذا رايك وانا احترمه، لكن هم ايضا فيهم الجيد وفيهم الممتاز وفيهم المجتهد، ويبقون بالنهايه بشر قابلين للتطبيق والتقييم. فيما يتعلق لم نجد صوت المعلم، جمعية المعلمين تحتفل بيوم المعلم، ولكم لجان واضحة مع وزارة التربية وصوتكم مسموع، والجهات الرسمية ترعاكم، دوركم منقوص. جميل. دوركم منقوص في وزارة التربية جمعية المعلمين؟ جميل، بالتأكيد جمعية المعلمين لها ثقلها، يعني احنا حتى في دكتور ذكر انه هو احد المشاركين في المؤتمر التربوي اللي يصير في رعاية سامية. نعم. تحت رعاية سمو ولي العهد. نعم. وهذا المؤتمر يقام في كل سنتين مرة. نعم. ويستقطب اهم العقول المفكرة، ايضا الاوراق البحثية التي تناقش اهم القضايا الموجودة على الساحة الميدان التربوي الحالية. نعم. سألتني هل إذا كان هناك صوت مسموع؟ طب بالتأكيد إحنا يعني نؤثر على القرار التربوي. نعم. أنتم الآن جمعية المعلمين جمعية جديدة، رئيسكم الهولي. نعم. أنا الآن لنضع النقاط على الحروف، أنا دائما يعني حتى في تصحيح المسار أني أخرج برؤية بمبادرة من ضيوفي لتصحيح المسار، لتعديل الأوضاع، لإطلاق مبادرات. جميل. لإطلاق أيضا مشاريع. أنا بودي أسمع صوتك الآن، جمعية المعلمين شنو التحدي اللي يواجه المعلم الكويتي؟ جميل، جميع التحديات موجودة، وخلني لعلي أذكر لك أهمها. هو أن يبدأ العام الدراسي مكبلا. كيف يعني مكبل؟ اليوم لما المعلم يجي يكون البيئة الدراسية مهيئة، المدرسة المبنى المدرسي مهيئ أساسا، هو لا يعاني من أي مشاكل، هذا المفروض. لكن إذا ابتعدنا عن الافتراض وواجهنا الواقع يعكس كل ذلك. اليوم جميع المشاكل، إحنا جينا كجمعية معلمين وقمنا نأشر على جميع الحلول ونعطيهم الوزير رأسا ونقول له ترى هذه في أمالة، وترى في بداية مشكلة في الوظائف الإشرافية، وفي 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 ثق تماما أن الأعمال الممتازة وهي الأعمال الممتازة تصرف من حق المعلم اللي يقدم تقديما جيدا في العام الدراسي الفائت. كل سنة هذه المشكلة تواجهها في تأخير الصرف. طيب إحنا نواكبها، احنا يعني نشير ويأخذ براينا. نعم، لكن اين التطبيق؟ محمد، انت بجمعيه المعلمين، انتم اعضاء وتمثلون المعلمين، انت طالب يعني بالامر المالي، هذا حقك، لكن انت قبل طالب الحق المالي افترض اني انا كولي امر اطلب بجوده التعليم في المرفق الحكومي التعليمي. بس انا ودي انتقل للدكتور وسعود اليك فيما يتعلق في المشكلات، لانك ما جاوبتني على شو التحدي. تجهيز المدارس موضوع مختلف، احنا راح نتكلم على مثلث المنهج والاداره المدرسيه والمعلم. دكتور، فيما يتعلق ايضا البنك الدولي اوصل بتوصيات مهمه لاصلاح منظومه التعليم في الكويت على مدى السنوات. فريق رئيس الوزراء الأسبق البريطاني توني بلير أيضا شخص الحالة التعليمية في الكويت. الدولة تنفق أكثر من 2 مليار على التعليم، وجودة التعليم ومخرجات التعليم راح أقول لك أنا عندنا شوي سلبيات وأيضا في إيجابيات حتى واحد يكون منصف. وين المشكلة بالضبط؟ نبي مشكلة نحلها ونبي حل نخرج. أنا عندي طبعا أنا عندي مبادرة راح أقولها الآن، يعني بس أجاوب على سؤالك. أنا رديت على توني بلير مع فريق عمل من جامعة الكويت بتكليف من الديوان الأميري، وفي النهاية طلب منا أن لا نناقش الموضوع سياسيا، مع أنه كان سياسي فنيا. لا خلنا فنيا فنيا فنيا. بالنسبة للبنك الدولي، أنا قابلت أحد المستشارين اللي اشتغلوا في الكويت. نعم. في احدى دول الخليج، وقال لي انه يقول احنا لما قدمنا العرض للكويت، وهذا اللي اقول لك ان القيادات عندها مشكله، يعني
يقول اعطينا رقم معين مبلغ مقابل اصلاح منظومه التعليم او التعليم، يقول وافقوا على طول. بعدين يقول لما اشتغلنا وياهم لقينا الجماعه يقول لك فصل وحنا نلبس. يقول احنا عاده في دول الخليج نلقى نديه مع المفكرين والعلماء والمعلمين، بحيث ان احنا ما نتدخل في التفاصيل، احنا نعطي رؤى، نعطي سياسات عامه، وهم يبدون يركبون المنهج ويركبون الانشطه والوسائل والقيم اللي بيدخلونها داخل النظام. احنا في الكويت لان الجماعه غير متخصصين في التربيه، هم يعني تعاملوا على انه مشروع وليس يعني تغيير للمنظومه التعليميه، وفشلنا. على فكره انا مسوي دراسه ايضا عن تقييم دور المركز الوطني لتطوير التعليم وعلاقته في البنك الدولي، ومنشوره 2019 في مجله التربيه في اسكندريه، وترقيت عليها استاذ. وتقول وراي المعلمين اللي هم المتأثر المباشر في هذه المشاريع. طيب عطني الحلول الآن. الحلول احنا الآن نشتغل يعني في كذا دولة خليجية بناء على قراءتنا للمشاريع الإصلاح في العالم، وبدينا نكون نموذج نتمنى ان الدولة تتبناه. يعني اولا يعني بالنسبة يعني نتعامل مع الطالب على انه وعاء، ونتعامل على أنه منتج وعلى أنه زبون مع ولي الأمر، مع المجتمع، مع الدولة. نعم. أولا رياض الأطفال مثلا لازم نركز على الوجدان، والوجدان يتكون من الفكر ومن العقل ومن الضمير. هذا اللي نركب عليه المنهج اللي هو كل الخبرات التي تحيط بالمتعلم. في الابتدائي نركز على المهارات والقدرات اللي هي القراءة والكتابة والحساب، ونفعل الحواس، عشان لان الموضه القديمه ان نلقي الطالب التلقين ونكرر معه، لكن ما ندري وين قاعد نحطها في عقل الطالب او في وجدان الطالب. التفكير النقدي تقصد دكتور؟ يفترض ان يكون في تفكير، مدخلها هي الحواس. نعم. يعني هو يشم المعادله الرياضيه، يراها، يلمسها، يتذوقها، يسمعها. دكتور قبل كل هذا شلون وقبل كل هذا اذا الطالب ما حب التعليم ووجد البيئة المناسبة، صدقني احنا قاعد نتكلم واشوف بعض الاراء مع احترام وتقدير ومتخصصين، انا اليوم انا بقول قاعد اسمع لك، لكن بقول لك شلون يحب التعليم. اذا حركت حواسه كلها بيحب التعليم. يعني كان عندنا طالب اسمه عبد الله، لما كنا ندرس في امريكا ابوه يقول لما كنا في سلوى جرب الفراش عشان نروح المدرسه. في هذاك اليوم كان علينا سنو والمدارس تسكر في الولايه، الولد يبكي بروح المدرسه، يقول انا في مشروع بخلصه وارجعني البيت. يقول كان مسكر المدرسه، فيعني الولد حبها لانه بدوا يكلمون حواسه، يخاطبون حواسه وخياله، وصارت له قيمه يعني عند المدرسه. الثانويه العامه يعني نركز على القيم والاتجاهات وتقدير الذات وتفريد المتعلم، بحيث انه يصير مقدر ويتجه الى العمل في المقابل. عندنا بوابه بعد الثانويه يعني اللي هي بوابه القدرات، نوجه الناس وين؟ طالب يجيب نسبه دخله طب، بس هل يصلح طبيب ولا لا؟ لازم نحط له اختبار تكيفي، هذا الان يطبق في ابو ظبي، واحد اعضاء الفريق طالب دراسات عليا من جامعه الكويت، انا مدرسه ومشتغل معاه في دراسه، قاعد يشتغل الان في ابو ظبي، ويعني بالساعه يعطونه. ايضا عندنا سوق العمل، يجي منه الطالب هذا اللي في رياض الاطفال، وجبنا المشروع هذا من المانيا. مخرجات التعليم بسوق العمل. اي اكيد. احنا دكتور راح نتكلم على قضايا مهمه، بس انا يعني ابى اخرج بنتيجه من الحلقه بواقع التعليم. نعم. الحلول، أنا قاعد أعطيك حلول يعني بناء على المشاكل اللي موجودة في النظام. يعني أنا ودي بالحلول بعد أن أنتقل إلى الطرف الآخر من الاستوديو. نعم. مع الزميلة إسراء، إذا تسمحوا لي في الاستوديو مع الزميلة إسراء، أيضا في قراءة أيضا مستفيضة في بعض الإحصائيات والأرقام. تفضل إسراء. شكرا مطر، شكرا. إذا التعليم رسالة شريفة وهدف نبيل ومشعل يضيء دروب الرقي والنجاح للأمم،
وبقدر ما يصل إليه مستوى تعليم أفراد الأمة يكون حظها من الازدهار والتفوق. لذا ارتأى المشرع الكويتي أن يكون التعليم حقا للكويتيين، حيث نصت المادة 40 من الدستور على أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي ومجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون. وزارة التربية وفي سباق مع الزمن في وقت تتغير فيه العملية التعليمية وفق التغيرات العالمية. لمواكبة هذا التغيير تعكف وزارة التربية لضمان جودة وانسيابية العملية الدراسية وجودة التعليم لخلق أجيال قادرة على النهوض بمستقبل الأمة. ووفقا لوزارة التربية فإن المخططات الإحصائية للمدارس والطلبة والمعلمين طبقا لوزارة التربية عام 2021 أظهرت أن مجموع مدارس دولة الكويت يبلغ 1146 مدرسة، نسبة المدارس الحكومية منها 86% بمجموع 985 مدرسة، نسبة المدارس العربية الخاصة 14% بواقع 161 مدرسة. وعن أعداد المدارس الحكومية حسب المنطقة وفق ذلك المخطط الإحصائي، جاء الترتيب بواقع 221 مدرسة في منطقة الأحمد التعليمية، و178 مدرسة في منطقة العاصمة التعليمية، و177 مدرسة في منطقة الفروانية التعليمية. أما في منطقة الجهراء التعليمية فكانت عدد المدارس 141 مدرسة، وفي منطقة حولي التعليمية عدد المدارس 122 مدرسة، وأخيرا في مبارك الكبير 117 مدرسة. أما التعليم الديني فهناك 29 مدرسة. وبينت الإحصائية الخاصة بالطلبة لعام 2021 أن عدد الطلبة في دولة الكويت قد بلغ 522220 طالب وطالبة، في حين يظهر المخطط الإحصائي للطلبة أن نسبة الطلبة بالتعليم الحكومي بلغ 84% بمجموع 439365 طالب وطالبة. أما المدارس العربية الخاصة فنسبتها 16%، وصل مجموع الطلبة فيها إلى 82855 طالب وطالبة. كما أظهر المخطط الإحصائي أن عدد المعلمين والمعلمات بلغ 92122 معلم ومعلمة، نسبة المعلمات تبلغ 75% بواقع 68711 معلمة. أما نسبة المعلمين فقد بلغت 25% بمجموع 23411 معلم. دولة الكويت تولي اهتماما متزايدا لتحسين جودة التعليم، حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 12% من إجمالي الميزانية العامة للدولة. أيضا دولة الكويت تعطي أولوية قصوى لتطوير رأس المال البشري الإبداعي وفق رؤية كويت جديدة 2035. وزارة التربية أعلنت عن افتتاح 36 مدرسة جديدة مطلع العام الدراسي 2022-2023، بعضها في المناطق السكنية الحديثة كالمطلع وعبدالله المبارك والوفرة، لمواجهة الكثافات الطلابية المرتفعة. تحتل دولة الكويت المرتبة الثامنة عربيا طبقا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن مؤشر دافوس لجودة التعليم لعام 2021. وتعتبر دولة الكويت من أقل دول العالم في نسب الأمية، حيث بلغت النسبة العامة نحو أقل من 3% من إجمالي عدد السكان من كويتيين وغير كويتيين. تتلاقى توجهات عهد تصحيح المسار مع شعار احتفالية اليوم العالمي للتعليم هذا العام، مع شعار الذي أطلقته منظمة اليونسكو وهو نحو الاستقرار وتقويم المسار. كان هذا كل ما لدينا من أرقام ومعطيات وحقائق عن ملف التعليم في الكويت في ظل مؤشرات تحسين جودته والأداء الحكومي لتطويره عبر السنوات الأخيرة. والكلمة لك الآن مطر، وإلى ضيوفك. شكرا إسراء. في مثل روسي يقول: إسراء التعليم للجميع والثقافة لمن اشتهى. قد يكون الإنسان متعلم لكن ليس بالضرورة مثقف، والعكس صحيح. الأجمل أن يجمع الاثنين بإذن الله. شكرا إسراء. شكرا. أعود إلى ضيوفي، لكن بعد هذا الفاصل أعود بكم إلى تصحيح المسار.
ابقوا معنا. أنا من جديد في تصحيح المسار وعودة لاستكمال حوارنا بالاستوديو مع ضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور سلطان غالب الديحاني والأستاذ محمد علي العازمي في عضو جمعية المعلمين الكويتية. أعود لك أستاذ محمد فيما يتعلق أيضا الآن من سنة 50 حتى الآن 2022 ومشاكل وزارة التربية ومشاكل المعلمين. أنا اليوم ما ودي أكون سلبي بس عشان أشخص الحالة لازم أعرف الحل أو أعرف السبب عشان أتعامل مع النتيجة. وما زالت وزارة التربية وأنتم أيضا الآن في جمعية المعلمين أحد الأركان الأساسية في العملية التربوية. قريت قبل كم يوم وزارة التربية ستتعاقد مع دولة فلسطين لاستجلاب بعض المعلمين. أيعقل الآن في جامعة الكويت تخرج طلبة للدخول في السلك التعليمي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومع ذلك هناك نقص؟ يعني أنا بسألك سؤال اليوم، لو أقول في إحصائية كم معلم كويتي يدرس الفيزياء أو الأحياء أو حتى التربية الإسلامية ومع ذلك نستجلب بعض المدرسين مع كامل التقدير والاحترام لهذه الدول، إذن في مشكلة في سد هذا النقص. ليش عندنا هالمشاكل؟ ليش عندنا ميزانية كبيرة والتعليم لا زال يراوح مكانه؟ في إشكالية جمعية المعلمين، وين إشكاليتكم؟ وين تعاملكم مع هذا الجانب؟ احنا أكد لك أن في كل هذه الملفات قدمنا فيها حلول، لكن خلنا أجاوبك بشكل مباشر عن سؤالك وهو ليش نقص؟ ليش هناك ما زلنا نتقاعد خارجياً وهناك كليات إعداد المعلمين موجودة ومفتوحة أبوابها، وبالتالي هناك ما زال نقص؟ إذا عرفنا النقص هو كل تخصص بدايةً، هو كل تخصص يحمل صفة الندرة ومطلقاً، يعني لا يمكن أن نجمع على أن يكون هذه جميع التخصصات هي تم التعاقد معها، بالعكس، ولكن هناك بعض التخصصات التي تحمل صفة الندرة مثل اللغة العربية واللغات الإنجليزية، أيضاً اللغة الفرنسية، كذلك الرياضيات والتخصصات العلمية الفيزياء والكيمياء، هذه تحمل صفة الندرة. وليش حملت صفة الندرة؟ لأن العنصر الوطني يشغلها قليل، لأن ما في مكافأة أو تخصص نادر مثلاً مالي؟ بلى، هذا بعض الحلول اللي وضعتها جامعة الكويت وكليات إعداد المعلمين. بالمناسبة كم عدد المعلمين والمعلمات في الكويت؟ عفواً؟ كم عدد المعلمين والمعلمات في الكويت؟ تقريباً يعني 60,000. 60,000؟ تقريباً. طيب 60,000 وأمام يعني طلبة لأكثر من 400,000 طالب وطالبة في الكويت. صحيح. دكتور يعني الرقم مخيف والإشكالية كبيرة. اليوم إحنا إذا بنشخص الحالة، عندنا تعليم عام وتعليم عالي، وهذا التعليم العام مرتبط بالتعليم العالي لدرجة أن أحد الأساتذة يقول أن أصبح التعليم متواضع في الكويت. قلت له شلون؟ قال يأتي الطالب إلى الجامعة ولا يعرف التاء المربوطة من التاء، يعني لأن المعرفة مشكلة كبيرة. المعرفة أدخلت بطريقة خطأ إلى وجدان وعقل الطالب، فاسترجاعها يعني صعب أيضا. يعني وأيضا المعلم الآن يعني مقيد في أعمال إدارية وأعمال خارج المهنة، يعني هو المفروض أنه يفرغ كمعلم كمدرس يعمل كأستاذ الجامعة. يعني عفوا، الإدارة المدرسية، أنت أستاذ دكتور الآن، فيما يتعلق في مدارس الكويت، يعني أنا درست في ثمانينات حتى الآن أسمع الهيكل التنظيمي لا زال، كل زادوا عليه في قضية ما في توصيف لا أصلا، الهيكل التنظيمي غلط مو صحيح، مدير ووكيل مساعد ومدير مساعد وأخصائي اجتماعي، هذه مدرسة قديمة ما تطورت العملية. ما تطورت، يعني مثلا في قطر أدخلوا الجانب القانوني في 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 موظفين في الجانب القانوني، في موظفين في جانب المحاسبة، في موظفين للجودة، في مدخلين بيانات، والمعلم مفرغ تماما للتدريس وكأنه أستاذ في الجامعة. يعني وهذا المفروض اللي يصير عندنا، يعني نحرر المعلم من القيود الكثيرة اللي حوله. يعني ايضا بس برجع للنقطة اللي قبل شوية اللي هي ليش ما عندنا معلمين في الكيمياء، النقص الحاد، النقص. انا بتكلم بصراحة، يعني وفي كلية العلوم هناك علماء لكن لا يوجد مدرسين جيدين، يعني توصيل المعلومة وتسهيلها وتبسيطها مو موجود في كلية العلوم اللي هي رافد لكلية التربية في الجانب المهني.
فالطالب يحبط ويحول إلى تخصص أدبي لأنه مسموح له بالتحويل يعني. وهذه المشكلة واجهت في الثمانينات السعودية، بدأوا يبسطون المناهج ويدربون أساتذة الجامعات على كيف يدرس. أنت عالم عندك أبحاث ومقدر، لكن قضية تدريس وتحليل المعلومة وقياسها هذا فن الحالة يعني. يجب أنك يعني تتعلمه في جانب أنك رجل متخصص أكاديمي في تخصصك، لا تعامل الطالب على أنه أكاديمي نفسك، لا هو متلقي للمعلومة منك، فإذا هو فشل معناه أن أنت فشلت في توصيل المعلومة له. تصور أخوي محمد الآن سؤال أيضا لواقع التعليم في الكويت، يعني الآن مثلا بعض الدول الأفريقية وممكن يختلف معي فيها الدكتور طبقوا نظام البنك الدولي، يعني تجد ببعض الدول الأفريقية تجد الشخص قاعد على حصير وصبورة من الخشب أو من الألواح لكنه ملتزم بالتعليم والتعليم متطور، وإحنا عندنا إمكانيات رهيبة، ممكن لم توظف التوظيف السليم، ممكن كان التقدير خاطئ، ممكن كانت الأهداف مو محلها، ممكن نحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة، وبالتالي هذه الدول تفوقت علينا. على سبيل المثال أيضا لبنان، أكثر من 18 مليون لبناني مهاجر لديه تعليم جيد يسد فيه تخصصات في معظم دول العالم، لكن ما أجروا بعد أيضا يعني صدروا حتى رؤساء دول بالمناسبة. الكويت احنا نتكلم على استراتيجيات، نتكلم على إعادة تأهيل وتقييم للمعلم. اليوم وين تكمن المشكلة؟ في الإدارة، في المعلم، ابتداء في الطالب اللي بالروضة الابتدائي، أم في نفس ما قال الدكتور يذهب المدرس إلى تخصصات أدبية، وبالتالي لأن نسبة دخول الطلبة المتفوقين أو الطلبة العاديين تؤهله في التربية جامعة الكويت أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وهني وجهة نظر، هل من الممكن أن يكون هذا المدرس كرياتيف، أن يكون على قدر من التعليم وعلى قدر من الحب، باعتبار هذه المهنة ليست وظيفة، هي مهنة وفيها حب وفيها انسجام، إذا ما حبها، لأنه هو اللي راح يخرج المدرس ويخرج القاضي ويخرج الضابط ويخرج الدكتور والطبيب، فالاهتمام يبدأ من هذه المنظومة. أنا سؤالي حتى لا أطيل، المشكلة في الطالب في البداية أم في المدرس الذي يدرس الطالب؟ أنا واثق الدكتور تمام في نقطة أن هناك إشكالية في توصيل المعلومة. بالتأكيد احنا في جمعية المعلمين حطينا أكاديمية القادة، وهي إعداد قائد بالإضافة إلى كونه معلم يصبح قائد. قائد في شنو؟ في استراتيجيات التفكير، في طريقة توصيل المعلومة، في الإبداع، في الحوار، في خلق بيئة مع نفسه ومع الطلبة، بيئة اجتماعية أيضا، لأن تحتاج إن بيئة، يعني كوني أنا طالب فأنا أحب إني المعلم إذا كان عنده بيئة مناسبة يوصلها بسلاسة وبسهولة ثق تماما إن راح توصل المعلومة. أنا متفق معك، لكن أنا بودي أخذ إجابتك بعد الانتقال إلى إسراء عندها اتصال، بس بعرف الخطوات الإجرائية للحل. إحنا تكلمنا كلام عامي، الدكتور ممكن شخص شوية الحالة، بس أنا بجمعية المعلمين تعطيني خارطة الطريق لحل هذه القضية. إحنا محتاجين إلى حل، مو إلى طرح المشكلة. المشكلة طرحت وأشبع الطرح، لكن اليوم إحنا في تصحيح مسار، نبي مبادرة، نبي حل، نبي نحط إيدنا على الجرح. وين الجرح؟ أنا ودي أنتقل إلى إسراء. إسراء عندك اتصال، تفضل إسراء. شكرا مضر. شكرا. إذن بالتأكيد في ظل الأرقام والمعطيات الراهنة، فإن ملف تطوير وتحسين جودة التعليم في الكويت يحظى بأولوية حكومية وشعبية كبيرين، إيمانا منهم بأهميته القصوى في بناء كل شيء. لذا فإن الرؤى تتعدد نحو مفهوم الإصلاح التعليمي بوجهات نظر متعددة. خلونا نروح لهذا الاتصال مع الدكتور فيصل الشريف، الأكاديمي والعميد الأسبق لكلية العلوم الصحية. حياك الله معنا دكتور. يا مساء الخير إسراء وضيوفكم الكرام. دكتور فيصل، في ظل الدعم والاهتمام الحكومي، شلون يسهم التعليم في تحقيق الرؤية السامية لتمكين الشباب اللي هم بنات وطن المستقبل؟ طيب، في البداية أجي إلى التقرير اللي ذكرتي حضرتك في البداية، وأن الإنفاق الحكومي يتجاوز 12% من إجمالي الدخل القومي لدولة الكويت، وهذا الإنفاق يعني يشير بدلالة واضحة على أن هناك اهتمام وهناك صرف مالي كبير
نحو تعزيز إصلاح مسار التعليم. بعض الحقائق اللي ثابتة عندنا واللي أشار لها البنك الدولي وأيضا الحكومة الكويتية بأن هناك تراجع عن مستوى التعليم بما يعادل من 4 إلى 5 سنوات، وأيضا البنك الدولي أشار إشارة واضحة على أن هناك في فقر للتعليم بسبب القيادات المسؤولة والقيادات الوسطى عن إدارة الملف التعليمي. ونرجع إلى العناصر الأساسية اللي هو المعلم والبيئة والمنهج والطالب. أنا في نظري أن الإشكال في منظومة التعليم في دولة الكويت بالتعليم العام وأيضا بالتعليم الجامعي على ذات المسافة، هناك فعلا حاجة إلى إصلاح كل المسارات وإلى رؤية جديدة تواكب رؤية الكويت 2035. سمو رئيس مجلس الوزراء حضر القمة تحويل التعليم الأخيرة بالأمم المتحدة وألغى كلمة نيابة عن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، وأشار إلى أن دولة الكويت مهتمة في هذا الملف وأنها توليه عناية خاصة. أرجع إلى الوثيقة التي صادقت عليها دولة الكويت في العام 1915 وعلى الأهداف 17، حيث أفردت المادة الرابعة ضمان تعليم بجودة شامل ومتساو وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع، كما نصت المادة الثامنة كضابط لها بتعزيز النمو الاقتصادي والشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع. طيب، هذه المسارات اللي تربط التعليم مع التنمية، اليوم احنا نرى فاقد تعليمي كبير يتجاوز 4 إلى 5 سنوات، نرى مشاكل في مخرجات التعليم لا تواكب سوق العمل، لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. طيب، ما هي الحلول؟ حقيقة هناك الكثير من الحلول. أولا، صناعة وبناء معلم قادر على توصيل المعلومة، قادر على فهم المنهج، الإبداع في التدريس، توصيل المعلومة للطلبة، خلق جو إيجابي داخل الصف الدراسي. هل هذا موجود؟ إذن علينا أن لا نلقي اللوم على الطالب أو على البيئة فقط، نبدأ في المعلم، وأنا معلم أبدأ في نفسي، ومن ثم أنتقل إلى العنصر الآخر اللي هو المنهج الدراسي، هل هو على ذات الكفاءة وعلى ذات التطلعات اللي نرجوها من عنده، بحيث أنه يكون الطالب مسلح فكريا علميا مهاريا، نبكنا من المعلومة وسهولة الوصول للمعلومة. عندنا نعم دكتور فيصل، إذن تعقيبا على ما ذكرت، ما هي الأفق التي ترسمها مرحلة تصحيح المسار في السياسة التعليمية للبلاد، وهو هو المطلوب من مجلس الأمة القادم، خصوصا ونحن على أعتاب انتخابات قادمة؟ بداية، الاهتمام في كليات المسؤولة عن تخريج المعلمين ورفع كفاءتها، بحيث أن المعلمين القادمين للميدان يكونون على كفاءة عالية. تعزيز دور مركز التدريب داخل وزارة التربية، بحيث أن المعلم يكون فعلا مبدع وعند الأساليب ومسلح بكل السبل والوسائل التي ممكن يوصل لها المعلومة. جرأة غير مسبوقة بتطوير المقررات الدراسية وبدون تدخل سياسي. نرجو فعلا إبعاد المنظومة التعليمية عن الضغوط السياسية والرأي السياسي. نعم، هناك مراقبة مطلوبة لجودة التعليم، لكن التدخل مرفوض في التعليم. نعم، شكرا لك أستاذ دكتور فيصل الشريفي، الأكاديمي والعميد الأسبق لكلية العلوم الصحية والباحث في الشأن التعليمي، على هذه المداخلة. والآن نرجع إلى الزميل مطر وإلى ضيوفي الاستئناف. شكرا إسراء، أنا أتصور حلقة التعليم لا تكفي لحلقة واحدة فعلا. العملية متشعبة ومتعقدة ولها أيضا أساليب وطرق ولها متشابكة جدا. صحيح، وتهم الجميع، يعني سواء أولياء الأمور أو الطلبة أو حتى وخصوصا قاعد نتكلم على جانبين، تعليم عام وتعليم عالي. يعطيك العافية إسراء، نعود لك بعد شوية بإذن الله. أعود إلى ضيوفي، لكن قبل ضيوفي نريحهم شوية مع فاصل
قصير وعود إلى تصحيح المسار من تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة. ابقوا معنا. حياكم الله معنا من جديد، وأؤكد مرة أخرى بأن قضية التعليم تحتاج إلى حلقات وليس حلقة واحدة، باعتبار أن التعليم هي قضية وطن وليست قضية أفراد أو قضية مجتمع، لأنها فيها استراتيجيات وفيها مسارات تبنى عليها الأهداف وبالتالي تتحقق النتائج المرجوة. أعود إلى ضيوفي. دكتور، يعني أنا اليوم قدر المستطاع مع فريق العمل، أنا قاعد أشوف الوقت يعني يداهمني، لكن ما راح أتكلم على السلبيات أو الإشكاليات أو التحديات، أنا بتكلم على الحل. الآن أبي حل. بعض الدول تخطت مسألة إصلاح التعليم، ذهبت إلى ما يسمى بالاقتصاد المعرفي. نعم. الذي يبنى عليه سياسات تعليمية تنتج جيل قادر على مواجهة التحدي. إحنا بالكويت عندنا اقتصاد معرفي؟ هو غير مدروس، يعني غير مفحوص، يعني المتعلم يعتبر رأس مال بشري والمعلم يعتبر رأس مال فكري أصلا، فيعني هذه ثروة في النهاية. الدينار اللي ندخله في على المتعلم يعود علينا 1000 دينار بطرق غير مباشرة، إنه ينضبط سلوكه، يتعامل مع مرافق الدولة بطريقة جيدة، تقل جرائمه، تقل أمراضه، تقل مشاكله الاجتماعية، يتحضر أكثر، يتمدن أكثر، فهذه العوائد من هذا النقيص ويتأثرون فيه. نعم. أكثر، يعني ينشر. نعم. وعي وثقافة. نعم نعم نعم. فترفع قيمته، يعني اليوم الموظف اللي عنده ثانوية راتبة غير الموظف اللي عنده بكالوريوس، غير الموظف اللي عنده ماجستير، اللي هو يسمونه رفع القيمة المادية للشخص. صدق على دكتور ما أبي أقاطعك، أن التعليم الموازي في الكويت، أحد الأشخاص يقول لي طلع فلوس أكثر حتى من مدرس، مع احترامنا لكلا الوظيفتين، لأن إحنا عندنا نقص في بعض الوظائف. الآن أصبحت على مستوى العالم عودة إلى التعليم المهني ورفع قيمته الاقتصادية في الدول. أنا بعد في إشكاليات كثيرة حتى بالكويت، في تعليم تقني لكن أعتقد مو بالجهد المطلوب. أنا بدي أنتقل إلى جمعية المعلمين. جمعية المعلمين أيضا من ضمن استراتيجياتكم، هل وضعتوا فيما يسمى، في بعض الدول انتهجت نهج جديد يسمى التربية الإعلامية على غرار التربية الوطنية، التربية القانونية، باعتبار أن الطالب لو أخذناها في دراسات معينة إعلامية، فالطالب يقضي من 7 إلى 8 سنوات في المدرسة، يتأثر بالمنهج الدراسي، بالإدارة، بالمدرس، ويعود إلى منزله ويجلس مع الأسرة ويقعد معها 7-8 سنوات. إطلاقا هذه الجلسة في البيت سيتعامل مع السوشيال ميديا، وثمان ساعات ينام، هذا محصول 24 ساعة. هل جمعية المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية وضعت هذا التحدي، التحدي الإعلامي، بأن مجموعة من القيم تحدث المدارس تدمرها ما يسمى بالإعلام؟ يعني سيجمنت فرويد هذا العالم الأمريكي يقول أن شخصية الطفل تبنى من 1 إلى 5 سنوات، شديدة الأهمية والخطورة أن نكون على قدر من التعليم أو التعامل مع هذا السن. هذه البدايات موجودة في استراتيجية جمعية المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية؟ في 2020 قدمنا استراتيجية، وهي أن التعليم اللي أصبح بعد كورونا ما راح يعود على ما قبل كورونا. طيب، اللي تفضلت فيه هو تربية إعلامية، نعم صحيح، وهذا تطرق جميل منك، لكن احنا في هذه التربية تعتمد على التكنولوجيا، هذا المنهج هل يدعم هذه التكنولوجيا؟ احنا الحين مقبلين على استراتيجية جديدة في وضع اللي يتم وضعها في وزارة التربية، هل واكبنا؟ طيب، انت مطلوب منك اكثر من شغلة. الشغلة الاولى ان تواكب هذه المناهج، تضع فيها مناهج يدرسها الطفل من بداية المراحل الابتدائية إلى آخر ثانوية، خلي يكون هناك شيء ما يسمى بالتكنولوجيا، مقررات معينة، خلي يمارس حتى يدخل في المقررات الجامعية، مو بس مقرر المقررين في التربية الحاسوب أو الحاسوب في التربية وغيرها، لا تكمل عليه. إذن حتى في تخيل، حتى في إعداد المعلم أو لما تجي تعين كمعلم
تتعلم، انت ما يكون في اصلا شرط واحد يلزمك انه يكون عندك شهاده تعليم او شهاده دوره للحاسب الالي. طيب هذه مو كلها تكنولوجيا، احنا مقبلين على تغير كبير، هذه مو يشغل وقت اولادنا، الشغل الشاغل لهم. طرحتوا مشاريع، طرحتوا مبادرات، هذه موجوده عندكم يعني مشروع موازي، مشروع اعلامي؟ نعم، مهيئ للمدن قدمناه 2020، لكن السؤال هنا بالموضوع هذا اين الجديه في اتخاذ القرار؟ انا لما اقدم لك كوزير تربيه ولا كوكلاء اقدم لكم مشروع كامل يتضمن هذه الرؤيه، طيب انت ليش ما تخلي اصلا، تخيل ان في وزاره التربيه ما في قطاع معين للتكنولوجيا، ثق تماما انه ما في، وبالتالي احنا مقبلين على تغييرات. من يعهد له المساله في وزاره التربيه اذا ما كان في قطاع مختص؟ الحل إيه؟ الحل أعتقد المكتب الفني للوزير او المكتب الفني لوكيل وزاره. قطعا احنا قدمنا الحل المناسب لهم. تكنولوجيا التعليم تحدث فيها من سنوات الحين، يعني المساله نعم. اصبحت يعني طيب. الذكاء الاصطناعي يعني الدكتور صح. نعم. دكتور انا في هذا، تسمح لي استاذ محمد في هذا المساله دكتور، انا بسال سؤال، لدينا نفس الامكانيات ودول الخليج مترابطه في القيم والعادات والتقاليد والمصير واحد، بسألك سؤال دكتور، ليش دولة قطر؟ احنا نتمنى دول الخليج الخير والازدهار لان كلنا في مصلحة واحدة متطورة في التعليم ومؤشرات بالكي بي اي مؤشرات جدا جيدة، قطر، المملكة العربية السعودية، بعض دول الكويت قاعد تتسارع، ولان الان نعيش مسار جديد وتصحيح جديد وعهد جديد ونفس اصلاحي جديد، احنا متفائلين، لكن لماذا هذه الدول انطلقت كالريح؟ طيب احنا عندنا شيء يعني جميل جدا في نظامنا التعليمي غير مستثمر، غير مستثمر اللي هو المشاكل. يعني مشاكل مواطنها مو عويل وصياح وتغريدات وتكلم عن انها تستثمر، تحول الى مشاريع، الى ايجابيه. اول هذه المشاكل ان الطالب في البيت الان يعني صار في هوم سكولينج جنب الدروس الخصوصيه، يعني الأمهات جزاهم الله خير يعني يبادرون في تعليمهم لكن بطريقة خطأ، المفروض أن الولد يطلع من المدرسة يرجع البيت على أنه ابن، يعني نستمتع فيه ونعلم القيم الأسرة ونتعامل وياه على أنه إنسان يعني. طيب بس لك سؤال، ليش في دروس خصوصية في رداء في التعليم؟ لا لأن نتائج الثانوية العامة تنشر في الجرائد وفي الإعلام، وزير التربية يرفع التليفون على الأول على الكويت وكلمة، فهذا باب التفاؤل، باب الترابط دكتور، يعني أنا ضد إيه؟ هالحركة هذه إيه؟ لأن فيها عنصرية ضد الطلبة اللي جايب 80 اللي جايب 70. ليش ما يكون فيها نوع من التحفيز للطلبة الآخرين؟ وين راحوا الأوائل إيه؟ وين راحوا الأوائل اللي تصنع عليهم؟ ممكن راحوا جامعات، أنا لا أعلم وين راحوا، لكن أيضا يعني أنا قصدي على فكرة هذول المتفوقين إيه؟ اللي في التسعينات إيه؟ الجامعة، هذه دراسة أنا عاملها. لا عفوا دكتور، ترى خليني أقول لك وين راحوا يروحون السنة الثالثة في الطب وفي الهندسة وفي العلوم وحوالي 50% منهم يفشلون يتركون الجامعة، فهذا الجانب، فهذا يصبح تسرب بسبب أن الطالب يتعامل على أنه مع الأرقام وعلى أنه إنسان مثالي. دكتور أنا أحترم وجهة نظرك العلمية الأكاديمية يعني. أيضا بس أنا كمواطن وكإعلامي أتلقى مثلا اتصال الوزير، يعني شيء جيد أنه والله الدولة الوزير يتصل ويفرح، وهذا نوع أيضا من تحفيز الآخرين، تحفيز منه تحفيز الأول، تحفيز الطلب الآخرين. بس من يحبط؟ الأسر في البيوت وعشان شيء ظاهر الأسر في البيوت أيضا عليها واجب، الواجب أن تتابع أعمال الواجب على أولياء. ليش نرمي القضية دائما على التربية وعلى يعني كأنها شماعة؟ هو دور مجتمعي على فكرة، الأسرة دورها أن في الوالدية، يعني أنا أعطيك القيم الأسرية ما أدرسك في البيت، وظن هذا التدريس التعلم يحدث في المدرسة في وقت معين والطالب بعدين يأخذ راحة. السوشيال ميديا اللي حضرتك تكلمت عنها قبل شوي هي احد روافد المنهج هو كل الخبرات اللي تحط في المتعلم، فيعني عشان نضبطها مع الاسره يجب ان الولد ما يجيب واجباته وياه في الحصه. طيب جميل، بعدين ما نتعامل مع الطالب على انه نسبه ودرجه وراح يكون طبيب ولا راح يكون مهندس، يعني انا شخصيا يعني ما يهمني عيالي كم يجيبون درجات يعني، لكن يتفوقونهم بناء على القيم اللي انا اعطيهم.
انت وين بتروح في المستقبل، انت شنو الوظيفه اللي تحلم فيها، منو المثال اللي عندك، منو مثلا من اعمامك ولا من خوالك ودك تصير نفسه. هني التحفيز غير المباشر يعني، هذا خليه يتحرك يعني وتريحه. اذا انت ما تضغط عليه تقول له لازم تجيب نسبه ولازم تسجل. الدوله عليها مسؤوليه بافتراض ان تربط سوق العمل، ودائما نقول هالكلمه وفي مشاكل، سوق العمل يربط بالتعليم ومخرجات التعليم. انا راح ارد لك دكتور عندك تعليق، وراح ارد حق اخوي محمد، لكن ايضا ابقى ايضا مع اسراء، ما ابي انا ايضا اخليها تنتظر. اسراء عندك ايضا في جعبتك اشياء كثيره اليوم، انت ما شاء الله انشط مني. لا بالعكس، بل حديثكم شيق، انا قاعد اتابع معك. لا التعليم جيد يعني، التعليم مهما كانت من تحديات لكن الانسان عنده روح امل دائما متفائل. ليش؟ لان الكويت ديرة خير، الكويت تساعد الاخرين. نعم في مشاكل، ودورنا في تصحيح المسار، دورنا في المرحله ان نلقي الاضواء بدون مجامله، لا في التعليم ولا في الصحه ولا حتى في الاسكان. ما عندنا شيء نخشه ابد تحت الضوء، قاعد نعمل. تفضلي ان شاء الله. شكرا مطر. إذن كما ذكر مطار، التعليم من الموضوعات المهمة، لأن التعليم هو عماد بناء المجتمعات. في هذا السياق أقامت نقابة تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المؤتمر الوطني لإنقاذ التعليم، وذلك لتسليط الضوء على القضايا التعليمية الشائكة والعراقيل والصعوبات في هذا المضمار. كما ناقش المؤتمر آلية إيجاد الحلول من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني ومن أهل الاختصاص في الميدان للنهوض بالتعليم. كاميرا تصحيح المسار كانت حاضرة وكان لنا هذا التقرير. إن التعليم هو عماد نهضة الأمم، فبارتقائه ترتقي وبتقدمه تتقدم البلاد. لذلك لابد دائما من متابعة ملفات التعليم والعمل على تطويرها. في فجوة كبيرة حصلت يعني، في بطالة مقنعة، وفي يعني تخصصات ما لها وجود في الفترة الحالية اليوم، تخصصات الجديدة العالمية اللي طلعت. فرض أن هذا المؤتمر أطلقناه أساس نواكب التطور العلمي في الدول العالمية، النفع العام للمجتمع وتقديم الحلول وتصورات للجهات الحكومية، لأن احنا نعمل بشكل متكافل ما بين قطاعات مؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني. المشاركون في هذا المؤتمر رأوا أن إصلاح التعليم يتطلب وضع استراتيجية مستقبلية حقيقية وواقعية محددة الأهداف للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل. لابد من التركيز من خلال هذه المؤتمرات اللي اليوم احنا حاضرينها، نسلط الضوء على التعليم، لان التعليم هو اساس تقدم الدول. لابد من كل دوله ان تهتم في التعليم بحيث ان تتقدم في الاقتصاد وتتقدم في السياحه وتنهض في الدوله. إذن الكل يأمل بتلافي العراقيل وتطوير المناهج والسير بخطط تربوية واضحة المعالم من كافة القطاعات التنموية المهتمة في المجتمع لتطوير المنظومة التعليمية. إذن مشاهدينا، كما شاهدنا في التقرير الذي سلط الضوء على هذا المؤتمر المهم الذي ركز على التعليم، ونعود مرة أخرى إليك مطر إلى ضيوفك لاستئناف حديثكم. شكرا إسراء. ذكر قول الشاعر الذي يقول: إن العلم يبني بيوت لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. العلم هو بوابة الإصلاح في أي مجتمع. شكرا إسراء. أعود إلى ضيوفي. تكلمت قبل الفاصل مع إسراء عن دروس خصوصية في الكويت، معناتها أنها في، ما أبي أقول رداء في التعليم، لكن تعليم متدني. تتفق مع هذا الكلام؟ حسب وجهة نظرك يعني هناك مختلف. لا وجهة إشكاليا يعني وجهة نظر خاصة، بس أبي أسمع منك. تحترم. أيا كان، أنا أرى أن العقوبات فيها لو تغلظ تكون يعني مناسبة. لا، لماذا في أصلا دروس خصوصية؟ بعضهم يرى أن لازم أقوي ابني حتى يحصل على معدلات أكثر. ما شخصت الحالة في جمعية المعلمين؟ شخصناها وقدمنا حلول. الحل؟ الحل ان احنا اصبح هناك مشروع بالتواصل مع المجتمع بتحديد مراكز تقويه في كل منطقه تعليميه. لا، وطرحت فكره، اعتقد كان في تعاون بين وزاره الاعلام ووزاره التربيه في انشاء قناه تعليميه لاعاده صياغه ومراجعه. صحيح. اعود لك دكتور، هل بالضروره في رداء بالتعليم اذا كان في دروس خصوصيه؟ لا. هل نحتاج الى تعليم او الى مؤتمر يضع نقاط الحروف؟ يعني ننسى البنك الدولي لخصوصية الكويت، وننسى توني بلير، وننسى ونفتح صفحة جديدة مع أنفسنا. تفضل. أول شيء لازم نعود لكليات التربية.
كلية التربية في جامعة الكويت، كلية التربية الأساسية فيها علماء وفيها ناس يعني على قدر من المسؤولية والوعي والإمكانيات الأكاديمية. لكن يعني أنا ما أفضل أن يكون مؤتمر في بداية تصحيح، مؤتمر عادة يأتي في المراحل المتقدمة من مشروع الإصلاح التعليم، يعني هي مرحلة يعني دراسة النتائج. نعم. لأنها تحتاج إلى أبحاث، تحتاج إلى دراسات، تحتاج إلى ورش، إلى عمل. أنا أفضل أن نروح مباشرة للمعلم. المعلم يفقد شغفه في المهنة بعد 5 سنوات بالضبط من ممارسة لهذه المهنة. في هالزوايا هذه يجب أن يعاد يعني تنشيطه من خلال التدريب. نعم. من خلال عودة إلى كليات التربية في برامج الماجستير والدكتوراه، يعاد إلى النظام من خلال رخصة المعلم، من خلال تمهين الأدوات اللي عنده، فيرجع ثاني مرة أنشط وأكثر وعي وأكثر قدرات في إنه يكمل. أثار نقطة مهمة دكتور، تقييم المعلم عن طريق التوجيه، إذا أنا يعني أتذكر هذا الأمر، هل بالفعل في تقييم للمعلم؟ يعني وكيف تتم العملية؟ هل تتم وفق مؤشرات علمية لقياس مؤشر الأداء على المعلم؟ كيف نقيس مؤشر الأداء على المعلم؟ بالفعل هذا المعلم متميز، متمكن في ضبط المادة وفي توضيح المادة، سواء في منهج الكفايات اللي قاعد يطبق الآن وزارة التربية، أو في المنهج القديم اللي كان فيه الأهداف أعتقد أو المعايير. فكيف من الممكن أن نقيم عمل المعلم؟ بالتأكيد المعلم يحتاج أن يقيم حتى يعني نعرف أداءه فصل في فصل. يقيم المعلم عن طريق رئيس القسم من خلال زيارات متكررة، حتى المعلم يقيم على مستوى ضعيف، جيد، جيد جدا، حتى إذا يوصل إلى الامتياز في أدائه داخل جدران الفصل من خلال زيارة رئيس القسم المادة، رئيس القسم المادة الفنية، وبالتالي أيضا الموجه الفني يتابع مع رئيس القسم هذه العملية ويضعون التقييم المناسب له. نعم دكتور، اللجنة التشريعية لجنة التعليم والإرشاد أعتقد الإنباء في مجلس الأمة على مدى السنوات الماضية، هل بالفعل كان دورها متواضع تجاه العملية التربوية في الكويت؟ أنا أعطيك مثال، لما قضية التوجيه والإشراف التربوي اللي يعني في المجلس السابق، أنا مش قلت إني صريح، المشروع كان لزوجة أحد الوكلاء في وزارة التربية، تبي سلطة على المعلمين أكثر. احنا بغض النظر دكتور عن الأسماء، لا خلنا نتكلم بصراحة، يعني إذا من الصلح لازم نتكلم بصراحة، يعني زين في أحد الأقارب مثلا، بس يعني لا أنا ما عندي مشكلة، يعني أتحمل المسؤولية، يعني لأني أنا متخصص في الإشراف التربوي لم أدعى، والدكتور سالم سعد الهاجري متخصص في الإشراف التربوي ولم يدعى للجنة. بس احنا ودنا نتكلم الآن على شيء جديد. أنا جايك، يعني الإشراف التربوي هو أحد العناصر المهملة سواء في مشروع تطوير التعليم في الاستراتيجية السابقة، في مشاريع البنك الدولي، في اللجنة التعليمية، في كل ما جينا نطور التعليم نسينا الإشراف التربوي، ونعتقد أن المشرف هو مفتش يتصيد أخطاء المعلم. لا، هو رديف يساعد، لا هو الساحر اللي يقلب المعلم الى مارد داخل الصف، يعني يعطي ادوات، يعطي مهارات. يعني مثلا في امريكا لما كنا ندرس، الموجه هذا ياتي للصف وهو اللي يدرس ويقول المعلم شلون وين يوقف، شلون يتكلم، شلون يستخدم السبوره، شلون يتحرك بين الطلبه، شلون يشجعهم، شلون يصنع نكته، شلون يصنع نكته للطلبه، يعني مو بس تيلينج ستوري، لا شلون انت تصنع نكته وتربطها في المنهج، وياخذون عليها دورات ترى على فكره في امريكا. إيه. المعلم يعني النظام الامريكي مختلف عن النظام لا بس احنا إيه. احنا يعني احنا إيه. هم ما احسن منا، يعني احنا نقدر نصنع هذا عندنا في الكويت. يعني في بعض الاشخاص اللي ودي انتقل جنب المعلمين، يعني هذا النظام القديم في التعليم في الكويت، ليش في احد الاشخاص يقول لك ترى التعليم في الكويت الحكومي تفوق على التعليم الخاص، وفي احد الاشخاص يقول لك لا والله، مع العلم ان النصاب في التعليم الحكومي للمدرس في الاسبوع 12 حصه وفي التعليم الخاص 20 ساعه، وبالتالي بالقدرات في الانجليزي التعليم الخاص افضل، في العربي ممكن متساوين، انا لا اتذكر النسبه، بس انا اقول ليش تقليديه التعليم من الستينات والسبعينات والتسعينات وحتى الان 7
يعني حصص او ثمان حصص وتقليديه وبكل يوم. ليش ما يكون عندنا فكر متجدد؟ في بعض الدول ترى التعليم فيها ليس في الايام الاسبوع، ثلاثة ايام اربعة ايام، المساله تقاس بالكيفيه وليس بالكميه، يعني الرسائل موجوده. ليش ما يصير عندنا تغيير في نمط التعليم؟ يعني التفكير النقدي نفس ما قال الدكتور، ليش يكون عندنا التلقيم؟ ليش نشوف احنا في مظاهر احنا ونتاسف عليها لما نشوف الثانويه العامه بعض الطلبه والمدارس يرمي المنهج وكان المنهج هذا لا يحمل فكر او قيمه تربويه او مدرس عد هذه الاوراق؟ يعني في مجموعه من المنضبطات يفترض ان جمعيه المعلمين تقوم بدورها على الأقل. أنا ما قاعد أتهم، أنا قاعد أطرح تساؤل. لا بالعكس، يعني على الرحب والسعة. إحنا عدل، أنا يعني بشكل عام يعني سؤالك جاء في وقته، اللي إحنا إحنا باقي سنتين على انتهاء الاستراتيجية. طيب استغل هذه الاستراتيجية، وظف، حط المعايير. أهم القضايا المعاصرة، إحنا في قضايا معاصرة تغيرت عن 2005، في قضايا تخص دولة الكويت خاصة. دولة الكويت تعتمد على الديمقراطية، تعتمد في حل المشكلات. دخل الحوار، دخل الاستراتيجيات التفكير الجديد. اليوم الناس ما تفضلت اللي هو السوشيال ميديا كانت جزء وما زالت وستظل. اطرح الفكرة، انت الان عضو في جمعية المعلمين، اطرح فكرة ان يكون هناك تربية اعلامية يعني بافتراض ان الميديا اصبحت هي المكون الاساسي في حياتنا، فارجو ان تكون حاضر هذه الفكرة لدى الجمعية. اذا سمحت لي اكمل هذا، احنا في استراتيجية جاية. طيب هذه الاستراتيجية تعتمد على كثير من شغلات. الاستراتيجية استاذ محمد اذا لم تطبق ليس لها قيمة على ارض الواقع. بس انا داخل معاكم في النقطة هذه، لان الوقت يداهمني دكتور. انا يعني بدافع شوي على الجمعية. الجمعية صانعة قرار، احد صناع القرار في القرار التعليمي في دولة الكويت. المقصود في الكلام اللي تقوله حضرتك هو متخذ القرار، اللي هو في النهاية بيطلع القرار ويوقع له ويتحمل مسؤوليته. لكن ان نطالب الجمعيه في انها تقدم، هو قاعد يقدمون للجماعه لكن ما يسمعون. لا في ضغوط، انت تعرف ان النمط التعليمي تحتاج الى بريشن جروب، وهي الجمعيه ايضا ضاغطه ولهم دور كبير. انا ما ودي اختم معاكم، ولكن السيف يعني كل وقت يعني قطعني في تصحيح المسار. كنت اتمنى اني اخذ حلقه وحلقتين، لكن أنا قبل يعني انتقل وياكم، انتقل معاكم الى زميلتنا اسراء. زميلتنا اسراء يعني الاحصائيات والارقام وايضا الاسهاب في بعض المعلومات للامانه افاد حلقتنا والقى بظلال ايجابيه على حلقه اليوم في تصحيح المسار، علما ان ما غطينا الحلقه بشكل تام، لكن طرحنا مجموعه من الرؤى والتصورات والضوء على بعض الزوايا المهمه. ونتمنى ان يكون كما قال الدكتور متخذ القرار ينتبه الى هذه الحلقه. صحيح. التي تصب في الصالح العام التعليمي. فعلا يعني قضيه التعليم لا اعتقد ان الحلقه يعني واحده تكفيها، خصوصا انها متشعبه واطرافها يعني كثر. بس استفدنا من ضيوفك، وكانت في وجهات نظر يعني منظور جديد لبعض القضايا. شكرا إسراء، نلتقيك إن شاء الله في الغد أيضا أو في الأسبوع القادم. كل الشكر والتقدير لكم مشاهدين الكرام على استماعكم ونهاية حلقتنا الليلة من برنامج تصحيح المسار. كل الشكر لضيفينا الأستاذ الدكتور سلطان غالب الديحاني، أستاذ قسم الإدارة والتربية في تخصص القيادة والسياسة التعليمية بكلية التربية جامعة الكويت، والأستاذ محمد علي العازمي عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية رئيس مكتب قضايا المعلم. والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة نقول الغد إن شاء الله الغد. في ذلك الحين هذه تحية مني أنا دكتور مطر الهاملي، وإلى اللقاء. شكرا يا دكتور. شكرا.